السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا في درس جديد يتكلم عن الدوال المثلثية للزوايا لمادة الرياضيات 4 ريض 262 للمستوى الثاني العلمي. فأول هدف عندنا أن نوجد قيم الدوال المثلثية بمعلومية نقطة. الهدف الثاني أن نوجد زوايا الإسناد. فخلونا مع بعض نتعرف على الدوال المثلثية. طبعاً أنا لما يكون عندي زاوية ثيتا أبي أعرف شنو الدوال المثلثية اللي تقابل زاوية الثيتا. طبعاً لو تذكرون في مقررات سابقة خذتوا دوال مثلثية ثلاث وحدات. أول وحدة خذتوها دالة ساين الثيتا اللي نسميها بالعربي دالة الجيب. الجيب دائماً مثل ما تعرفون إنه عبارة عن المقابل على الوتر. الدالة الثانية اللي خذتوها دالة كوساين الثيتا اللي هي جيب التمام، دائما كانت المجاور على الوتر. أما الدالة الثالثة فكانت عبارة عن تان الثيتا، خذتوها عبارة عن الظل اللي هي المقابل على المجاور. لكن اليوم بنتعرف على جزئية جديدة، إن التان عبارة عن قسمة الساين على الكوساين. طبعاً اليوم راح ناخذ دوال مثلثية زيادة على اللي خذتوهم من قبل، يعتبرون مقلوب الدوال المثلثية السابقة. فمثلاً عندنا أول مقلوب هو دالة الكوسيكنت ثيتا. الكوسيكنت هي مقلوب الساين، فراح نقول إن هي واحد على الساين اللي هو الوتر على المقابل. أما عندي مقلوب الكوساين فراح نسميها سيكنت ثيتا، فهي عبارة عن واحد على كوساين ثيتا. أما آخر دالة فعندي إياها كوتان ثيتا، فهي عبارة عن واحد على التان. طبعا احنا قلنا عن التان إنه هي ساين على كوساين، فالكوتان راح تكون عبارة عن كوساين الثيتا على ساين الثيتا. فخلونا مع بعض ناخذ أول هدف لدرسنا في اليوم. فعندنا لو كان عندي زاوية ثيتا مرسومة في الوضع القياسي، أبي أكتب الدوال المثلثية الست اللي تقابل هذه الزاوية. فعندي دائما أولا أن ساين الثيتا هي قيمة الواي على الآر. طبعاً إحنا من وين يبنى الواي؟ من وين يبنى الآر؟ إحنا عندنا في رسمتنا أن دائماً عندي هذه الزاوية اللي تقابلها، هذه هو عبارة عن واي، وهني عندي إكس. طبعاً هاي هو عبارة عن نصف القطر لو سويناها كدائرة. فدائماً قيمة الآر راح تكون عبارة عن الجذر التربيعي لإكس تربيع زائداً واي تربيع. فمن الآر ومن الإكس ومن الواي راح نطلع الدوال المثلثية الست. فأولاً قلنا أن عندنا ساين الثيتا هي واي على الآر. طبعاً قلنا أن الساين مقلوبها الكوسيكنت، فراح ناخذ بعكسها فتكون آر على الواي. أما الكوساين فعندي إياها إكس على الآر، لأن السيكنت مقلوب الكوساين فراح تكون آر على الإكس. طبعاً التان لو تذكرون قلنا إن هي عبارة عن ساين على كوساين، فكنا ينا خذنا الساين اللي هي الواي على الآر قسمناها على الإكس على الآر، فالآر والآر تكنسلوا، فصار عندي أن التان عبارة عن واي على الإكس. غير ذي قلنا أن الكوتان هي عبارة عن مقلوب التان، فهي عبارة عن إكس على الواي. إنزين الحين نسأل سؤال، الإكس والواي من هما؟ إحنا راح ناخذ نقطة تمر بالضلع النهائي للزاوية في الوضع القياسي، فهذه النقطة اللي بيعطوني إياها عبارة عن قيمة إكس وقيمة واي، فراح ناخذهم من هني وبعدها راح نطلع الآر، والخطوة اللي بعد راح نكتب جميع الزوايا أو الدوال المثلثية. فخلونا مع بعض ناخذ أول مثال. فعندي المثال يقول
إذا كان الضلع النهائي للزاوية المرسومة ثيتا في الوضع القياسي يمر بالنقطة سالب 6 و2، فأوجد القيم الفعلية للدوال المثلثي الست للزاوية ثيتا. فأول خطوة راح ناخذ السالب 6 و2. طبعاً السالب 6 هي عبارة عن الإكس، والاثنين هو الواي. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية راح نوجد الآر، فنقول إن الآر هو الجذر التربيعي للإكس تربيع زائداً الواي تربيع، فراح ناخذ الإكس نرفعها لأس تربيع والواي نرفعها لأس تربيع كامل في الكالكليتر، يعطينا 2 جذر 10. ما راح نكتبها كبوينتات، راح ناخذها كصيغة جذر، لأن ليش قالوا لنا في السؤال نبي القيمة الفعلية، فلازم أخليها مثل ما هي كجذر. طلعنا الآر، طلعنا الإكس، وطلعنا الواي، فراح ناخذ الدوال المثلثي الست. فأول دالة عندنا هي دالة الساين، طبعا خذنا أن الساين هو الواي على الآر، فالواي عندنا 2، راح نقسمه على الآر اللي طلعناه اللي هو 2 جذر 10، نكنسل الاثنين مع الاثنين راح يعطينا 1 على جذر 10. 1 على جذر 10 نحطه في الكالكليتر راح يعطينا جذر 10 على 10. بعدها راح نوجد مقلوب الساين اللي هو الكوسيكنت. طبعا الكوسيكنت هو عبارة عن الآر على الواي. بدال ما أنا أسوي خطوات من بدي جديد، راح ناخذ الجواب النهائي للساين ونقلبه، فواحد على جذر 10 مقلوبة فقط جذر 10. انتهينا من الساين ومقلوبها، خلنا نروح مع بعض حق الكوساين. فعندنا دالة الكوساين، عندي كوساين ثيتا هي عبارة عن إكس على الآر، في الساين خذنا الواي، في الكوساين راح ناخذ الإكس، هاي اللي يفرق. فعندنا أن الإكس سالب 6 راح أقسمها على الآر، فعندي سالب 6 على 2 جذر 10، راح نختصر السالب 6 مع الاثنين راح يعطينا سالب 3 على جذر 10. نحطه في الكالكليتر يعطينا سالب 3 جذر 10 على 10. نفس ما سوينا من شوي لما أوجدنا الكوسيكنت، هني نفس الشيء لما بنوجد السيكنت ثيتا اللي هي مقلوب الكوساين، راح نقول إنه هي عبارة عن الآر على الإكس، وناخذ الجواب النهائي ونقلبه، فراح يكون عندي سالب جذر 10 على 3. آخر دالتين مثلثيتين عندنا اللي أهما التان والكوت اللي هي مقلوب التان. فعندنا التان هو عبارة عن واي على إكس، فهاي الواي بقسمها على الإكس بكل سهولة، 2 على سالب 6 راح يعطيني سالب 1 على 3، فراح أخذ سالب 1 على 3 وأقلبها عشان أوجد الكوتان، فراح يكون عندي سالب 3. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من أول مثال، خلونا ننتقل مع بعض إلى مثال آخر. فعندي المثال يقول افترض أن زاوية ثيتا مرسومة في الوضع القياسي، وقد أعطي فيما يأتي قيمة إحدى الدوال المثلثية للزاوية ثيتا والربع الذي يقع فيه الضلع النهائي لها. أوجد القيم الفعلية للدوال المثلثي الخمس الأخرى للزاوية ثيتا. عطونا هني الزاوية ثيتا في أي ربع موجودة؟ الضلع النهائي مالها موجود في الربع الثاني، وعطونا دالة الساين، قالوا لنا أن دالة ساين الثيتا هي 4 على 5. من 4 على 5 أنا بقدر أطلع جميع الدوال المثلثية الخمسة المتبقية. فقلنا عشان نطلع الدوال نحتاج 3 معطيات أساسية اللي هما إكس، واي، وآر. فمن المعطى اللي هو 4 على 5 راح نطلع من راح نشوف مع بعض. فإحنا نعرف أن الساين عبارة عن واي على آر، فمعناته أن الواي هي 4 والآر هي 5. فعندنا الحين الواي والآر، من الواي والآر
وقانون كيفية إيجاد الآر راح نوجد الإكس المجهولة. فنشوف مع بعض. فعندي أول خطوة راح نكتب القانون. عندنا الآر يساوي جذر إكس تربيع زائدا واي تربيع. فنشيل الآر نحط بدالها 5 يساوي الجذر التربيعي حق الإكس تربيع زائدا 4 تربيع. بعدها عشان أتخلص من الجذر راح أربع الطرفين، فبيكون عندي 25 يساوي إكس تربيع زائدا 16. راح أنقل 16 الطرف الآخر وراح أطرحها راح يعطيني 9، فالإكس تربيع تساوي 9. أجين عشان أتخلص من التربيع راح ناخذ الجذر التربيعي للتسعة. طبعا لما ناخذ الجذر التربيعي لازم نقول موجب وسالب جذر 9، فراح يكون عندي قيمتين حق الإكس، مرة سالب 3 ومرة موجب 3. طبعا الحين راح تسألون أي إكس راح ناخذها؟ راح ناخذ الثلاثة ولا السالب 3؟ خلونا نرجع مع بعض على سؤالنا. سؤالنا كان يقول أن الضلع النهائي موجود في الربع الثاني، وكلنا نعرف أن الربع الثاني قيمة الإكس راح تكون فقط سالبة، فراح ناخذ فقط الإكس تساوي سالب 3. فالحين أوجدنا المعطيات الثلاثة اللي عندنا، راح نطلع مع بعض باقي الدوال المثلثية. فعندي أول وحدة الكوساين، قلنا أنها هي إكس على الآر، والإكس طلعنا أنها هي سالب 3، راح أقسمها على 5. بعدها عندي التان واي على إكس، فراح أقول 4 على سالب 3. وبعدها راح نقول الكوتان اللي هي مقلوب التان، فراح يكون عندي سالب 3 على 4. آخر واحدة أو قبل الأخيرة عندي الكوسيكنت. الكوسيكنت هي مقلوب الساين، وأنا أوردي عطوني قيمة الساين في السؤال، فمجرد راح أقلبهم، فراح يكون عندي 5 على 4. آخر واحدة اللي هي السيكنت مقلوبة الكوساين، فراح تكون 5 على سالب 3. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من هدفنا الأول. خلونا مع بعض ننتقل إلى الهدف الثاني، فراح نتعرف على الزوايا الربعية. ليش سموها زوايا ربعية؟ سميناها زوايا ربعية لأن هي تمثل الأرباع. فمثلا عندي في البداية أن الثيتا تساوي 0 في البداية، لحين ما مشينا. فبعدين عندي أول ربع اللي هو 90 يقابلها في الراديان باي على 2. أما لو مشينا بعد خذنا ربع ثاني، راح يكون عندي 180 المقابل لها في الراديان باي. أما لما ناخذ ثلاثة أرباع، راح يكون عندنا قيمة الثيتا 270 درجة اللي هي يقابلها في الراديان 3 باي على 2. طبعا هذلين جميع الأرباع. لو تساءلتوا الحين هني صح إنه هي صفر، مشينا ربع أول ربع الثاني الربع الثالث، لو رحنا للأخير حق الربع الأخير اللي هو الربع الرابع كم راح يعطينا؟ راح يعطينا 360 درجة اللي هو دائرة كاملة. نشوف زوايا أخرى. راح ناخذ مع بعض زاوية الإسناد. احنا خذنا من قبل كيفية تمثيل الزوايا في الوضع القياسي، راح ناخذ زاوية إسناد تسندها. زاوية الإسناد دائما هي الزاوية القريبة من محور إكس، فهي الزاوية المحصورة بين الضلع النهائي للزاوية ومحور إكس. فمثلا عندي في الربع الأول الزاوية ثيتا اللي معطيني إياها هي نفسها زاوية الإسناد. طبعا راح نرمز حق زاوية الإسناد ثيتا برايم. بعدها في الربع الثاني احنا راح نمشي من البداية ونوقف عند الربع الثاني، فراح تكون هي التكملة او المكمل حق الزاوية اللي معطيني اياها، فراح نقول 180 ناقص الثيتا. بعدها في الربع الثالث راح يكون عندي اياها المجاورة لمحور اكس، فراح ناخذ الثيتا اللي عندي لأن هي أكبر من 180، فراح أقول ثيتا ناقص 180.
طبعا في الربع الرابع، لان احنا راح نمشي لين الاخير في الربع الرابع، فراح نقول مجموعهم كلهم 360 ناقص ثيتا. طبعا انا تكلمت عن كل الدرجات اللي بالدقري، طبعا نفس الشيء اللي قابلها بالراديان. طبعا في طريقتين حق الحل، يا ان احنا لما يعطونا الزاوية بالراديان أخليها مثل ما هي بالراديان وأحل على هالأساس، أو من البداية أحول من الراديان إلى الدرجات. فخلونا نستعرض مع بعض أول مثال. فالسؤال يقول ارسم الزاوية التي قياسها 310 درجة في الوضع القياسي، ثم أوجد زاوية الإسناد. طبعا أول خطوة لازم نعرف 310 تقع في أي ربع، فنشوف أن 310 تقع في الربع الرابع. ليش تقع في الربع الرابع؟ لأن هي أكبر من 270، فإحنا لازم نحفظ الزوايا الربعية عشان نقدر نحدد موقع الزاوية اللي يعطونا إياها في السؤال. فلأن هي في الربع الرابع، فراح نقول 360 ناقص 310 راح يساوي 50 درجة. فالخمسين اللي عندي إياها هي زاوية الإسناد اللي تسند زاوية الثيتا اللي عندي إياها. فراح نرسمها. أول خطوة نرسم المحاور، وعلى المحاور اللي عندنا نحط الزوايا الربعية اللي هو 90، 180، 270 و 360 أو الصفر. بعدها راح نرسم الرأس والضلع الابتدائي، ونروح على الضلع النهائي في وين؟ في الربع الرابع، وراح نمشي من الضلع الابتدائي إلى الضلع النهائي. طبعا الحين راح تتساءلون أين تقع زاوية الإسناد؟ تقع زاوية الإسناد راح نرسمها مع بعض، فهي تقع قريبة من محور إكس، فهي عندي ثيتا برايم. ننتقل مع بعض إلى المثال الآخر. فعندي أرسم الزاوية التي قياسها 240 درجة في الوضع القياسي، ثم أوجد زاوية الإسناد. فعندي أول خطوة 240 في أي ربع تقع؟ لأن هي بين 270 وبين 180، فتقع في الربع الثالث. فراح شو نسوي؟ راح نقول 240 ناقص 180، فراح يكون عندي 60 درجة. فالستين درجة هي التي تمثل زاوية الإسناد. إني مع بعض نرسمها. فأول خطوة مثل ما قلنا نرسم المحاور والزوايا الربعية، وبعدها نرسم الرأس، الضلع الابتدائي، والضلع النهائي في الربع الثالث. فالحين نبي نعرف وين زاوية الإسناد، فراح نشوف